طيب انا اسمي حكيم عبد النعيم، طالب في الفرقه الثالثه كليه الاداب في قسم المسرح، وعضو طلاب المشتركين الثوريين في جامعه اسكندريه. خلينا نتفق بدايه انه اكتر سؤال بيجي على بالنا ليه الطلبه؟ ليه طول الوقت قافلنا بان الطلبه هم الحل، الطلبه هم الاصل في التغيير، الطلبه هم اللي رهان عليهم بشكل حقيقي، الطلبه هم الوقود الثوره، الطلبه وقافلنا بقصه الطلبه دي. بس بشكل حقيقي انا من وجهه نظري السلطه بتكون في خطر شديد جدا لما بتلاقي ان المشاركه الطلابيه نسبتها بتعلى، لانه في الاخر الجامعه اللي بتجمع الطلبه هي المكان اللي احنا نقدر فيه ان احنا ننشر افكارنا الثوريه بين الطلبه، لان الطلبه موجودين في مكان واحد سواء في المدرج او في ساحه الكليه او في نشاط ما بيحصل في الكليه. في الاخر الطالب بيجي الجامعه علشان يحضر محاضره او علشان يقضي وقت في الجامعه او ففي الاخر انت عندك طالب موجود جوه الجامعه تقدر ان انت تستهدفه علشان نشر افكار. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، المشاركه السنه دي انا من وجهه نظري النتيجه الحقيقيه او الحاجه الحقيقيه اللي المفروض تبسطنا هو مش ان الناس الثوريين خدوا كراسي جوه الاتحادات. الحاجه اللي المفروض تبسطنا هي مشاركه الطلبه الناخبين في ان هي تروح تحط صوتها جوه الصندوق في الاصل. انا واحد من الناس وانا في سنه اولى تقريبا سنه 2008 الحاجه الوحيده اللي كنت بعرفها عن الانتخابات كبير شويه الحاجه الوحيده اللي كنت بعرف عنها الانتخابات هي ان طلبه الاخوان كانوا بيتدربوا في الساحه بتاع الاداب. يعني كنت بعرف النهارده الانتخابات يا جماعه، النهارده الطلبه بتتدرب بتوع الاخوان علشان الانتخابات وعلشان في تزوير او علشان امن الدوله بتحجمهم او لكن نشوف السنه دي انه الطلبه بتلتزم بان هي تروح تشوف برامج للقوائم المختلفة اللي مترشحة للانتخابات، برامج احنا واخدين بالنا ان الموضوع اختلف واتطور لغاية فين. طبعا موجود في فكرة انه الطالب صاحبي اللي مترشح على اللجنة الفلانية هروح اديله صوتي وكل الكلام ده، بس في الاخر الطالب بقى عنده وعي انه في حاجة اسمها برنامج، ان هي انتخابات زي اي انتخابات، من حقنا ان احنا نقرا برامج المرشحين. ها دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى هي لفت انتباه الطلبة انه الاتحاد ده يا جماعة مش مجرد اتحاد نشاط، دي نقابة، دي نقابة الطلبة انتوا بيرشحوا نفسيهم علشان ياخدوا مقاعد جواها علشان يجيبوا لكم حقوقكم، مش علشان يعملوا لكم نشاط، لان عمر النشاط ما كان حقي. يعني في الاخر احنا مش بنتكلم عن كلام في الاحلام، لا انا بتكلم عن مجانية للتعليم، واحترامي للزملاء اللي شايفين ان الوضع كويس كده في الجامعة يروحوا اي جامعة خاصة بالالوفات، يعني لو هم ظروفهم تسمح يعني يروحوا الجامعات الخاصة الدولة المصرية ونظام مبارك قعد فترة كبيرة بيدعم فكرة خصخصة التعليم وإنشاء جامعات خاصة و يعني خصخصة حتى التعليم الحكومي. كلية الآداب جامعة اسكندرية فيها قسم الترم ب 5000 جنيه، الترم الواحد ب 5000 جنيه اسمه لغات تطبيقية. أي هل يعني هو دي الفكرة؟ يعني هي الفكرة إنه طيب أنت موافق على إنه الوضع جوه الجامعة بالفلوس روح اتعلم في جامعة خاصة، ديت اسمها جامعة حكومية، ديت اسمها جامعة حكومية بتخضع لقانون بيقول إن في حاجة اسمها مجانية التعليم. طيب الفكرة ديت هي اللي إحنا بدأنا بيها جوه الجامعة، إنه الخطاب لو كنا هنقول إنه طلاب الحركات الثورية أو الطلاب الثوريين هم البديل التالت، لأن إحنا عندنا طلاب محسومين على الحزب الوطني او طلاب تابعين للامن او طلاب نشاط مش همهم، اهم حاجه عندهم ان هم يخشوا جوه الاتحاد ويطلعوا بالسمسره من النسب اللي بتطلع لهم من الحفلات او من النشاطات او وعندنا طلاب الاخوان المسلمين اللي اكتشفنا يعني مع الاسف ان هم عمرهم ما كانوا موجودين جوه الجامعه علشان النضال من اجل الطلبه ومن اجل حقوق الطلبه، هم كانوا موجودين جوه الجامعه علشان يبقى الاخوان المسلمين موجودين جوه الجامعه، وده باين جدا بعد ما الاخوان وصل للسلطه انه الطلبه اترمت في حضن السلطه. طيب الطالب لقى انه في بديل ثالث اسمه قائمه صوت الطلاب مثلا، البديل ده بيقول له انا نازل على الانتخابات وعندي برنامج انتخابي بقول لك فيه 1 2 3 4 لائحه عداله اجتماعيه جوه الجامعه، مجانيه للتعليم، رعايه صحيه، حريه ممارسه النشاط، عدم التفرقه بين الطلبه، التحقيق الفوري مع اي ابتزاز من اي استاذ يبتزك علشان كتاب جامعي او علشان غيره. طيب الطلبه شافت انه في طالب زيه بيتكلم بوعي مختلف عني، فانا عايز اسمع علشان ممكن في وقت من الاوقات لو انا في سنه اولى ابقى في سنه ثانيه واشارك في الانتخابات. الخطاب كان رهاب، يعني كان عليه الرهان جدا. خطاب المرشح على القوائم الثوريه دي للطلاب
هو بيقول ايه وبيقوله ازاي. ده كان موضوع مهم جدا لانه الطلبه اتعودت انه مين نزل الانتخابات فلان الفلاني بتاع الفرقه الفلانيه في قسم الفلاني صاحبنا روح ادي له صوتك. لا الموضوع اختلف بقى، بقى في طالب بيقف وسط الطلبه يخطب فيهم او يدخل المدرج يتكلم فيهم او يطلع معاهم للعميد علشان عندهم حق هم عايزين ينتزعوه من الاداره. ها وبيقف قدام العميد بدون خوف لانه في الاخر معاه حق. الطلبه شافت انه ده الحل، هو ده البديل الحقيقي اللي هيعبر عننا، هو ده البديل الحقيقي اللي هيخلينا يبقى عندنا نقابه اسمها اتحاد الطلبه. في نقطه مهمه جدا على مستوى بقى التنسيق والتحالفات بالذات، انا هتكلم عن جامعه اسكندريه بشكل خصوصي. كان موقفنا المبدئي كاشتراكين ثوريين وكان اغلب الحركات والاحزاب يعني اللي هم فيهم شباب ثوريين انه احنا لا تحالف مع اي طلبه ما يعني محسوبين على حزب الوطني او فلول او او او، ولا تعاون ولا تحالف مع طلاب الاخوان. يعني مع انه ده في المستويات الاخرى يعني بعد المستوى الثاني الموضوع اختلف وبقى في تحالفات بين عدد من الطلبه يعني وبين حركات وكده مع الاخوان، بس يعني خلينا نتكلم على المستوى الاول اللي هي في مشاركه للطلبه بشكل حقيقي انهم بيحطوا صوتهم جوه السلم. في المستوى الاول حصلت التحالفات زي اغلب جامعات في مصر، انه في قوائم ثوريه على طلاب الاشتراكيين الثوريين وعلى طلاب حزب الدستور و6 ابريل وجامعات اللي فيها كفايه مثلا وطلاب مصر قويه، مع ان مثلا عندي في اداب ما كانش مصر قويه على نفس التحالف على نفس القائمه اللي هي موجوده عليها الحركات الثوريه. بس خلينا نتفق في الاخر بقى، في الاخر الصوره اسمها وده اللي كان موجود في جامعه اسكندريه، قوائم ثوريه، تيار ثوري، طلبه محسوبين على التيار الثوري وطلبه محسوبين على الاخوان المسلمين. طلبه بتتكلم بخطاب اوعى واكثر يعني احتراما لدماغ الطالب، ها مش بيقولوا له زي الانتخابات يعني هبني لك مستشفى وجامع، يعني ما فيش اي وعود. طالب بيقول له انا زي زيك، انا كعضو اتحاد والاتحاد ليس بديلا عن نضال الطالب نفسه، بل الاتحاد هو اللي هيحرض الطلبه على ان هم يستكملوا نضالهم. وبقى زي ما بقول انه بقى في تيار ثوري لامم اغلب يعني الوان الطيف الثوريه موجوده في جامعه اسكندريه، وبقى في تيار اسمه الاخوان المسلمين، وده اللي احنا كنا بناكد عليه طول الوقت جوه جامعه اسكندريه، لانه خلينا نتفق انه طول الوقت في خلافات بين القوى الثوريه على فكره بينها وبين بعضها. في فكره انه لا انا مش هتحالف مع فلان علشان عمل ايه علشان راح اتبع مع مين، بس في الاخر احنا كنا بنشتغل على فكره لا احنا عندنا تيار ثوري، عندنا برنامج انتخابي، عندنا اهداف واضحه هنحققها لو وصلنا لكرسي الاتحاد، وعندنا طلاب الاخوان المسلمين اللي هم برضو في الاخر لو ما كسبوش في الاتحاد هم طلاب واجب علينا ان احنا نقف جنبهم اذا كانوا مظلومين، لان الظلم واحد احنا عارفين ان هم مش هيظلموا وبيظلمونا بس وبيعملوا فينا محاضر وكده. اخيرا هي نقطه انه الانتخابات انتخابات اتحاد الطلبه ابدا عمرنا ما كان عندنا يعني رؤيه ان انتخابات اتحاد الطلبه او الوصول لمقاعد اتحاد الطلبه هو الهدف الاسمى او ان احنا نبقى موجودين جوه الاتحاد هو الهدف الاسمى. على فكره اللائحه الطلابيه اللي طلبت الاخوان وعملوا اتحاد طلاب مصر بالتحالف مع العسكر علشان يكتبوا اللائحه دي، طلبت الاخوان عملوا الفخ ووقعوا فيه، يعني عملوا لائحه بتدي صلاحيات وامتيازات لاتحاد الطلاب وتصوروا ان هم هيوصلوا للاتحاد بنسبه عاليه، فلما ما وصلوش للاتحاد بنسبه عاليه راحوا عاملين قانون حظر النشاط السياسي الحزبي جوه الجامعه. طيب الفكره انه لا احنا مش الانتهازيين بتوع انه عايزين صلاحيات للاتحاد، لا احنا هنسقط اللائحه. احنا هنسقط اللائحه وهنشتغل على اننا نكتب اللائحه بشكل قاعدي بين الطلبه، يحصل عليها استفتاء بين الطلبه لان الطالب هو المستفيد وهو صاحب المصلحه الاساسيه من لائحته الطلابيه، ابدا مش الاتحاد. اخيرا انا هختم كلمتي بانه الفرق مع الطلبه قوي في معركتنا ديت هو ان احنا مش باقيين قوي على الكرسي، يعني انه لما الطالب بيطلع يقول له ان انا استقلتي رهن ايديك لو انت شفت ان انا ما لبتش العهد اللي انا كتبته على نفسي معاك او ما لبتش وعودي اللي انا وعدتك بيها فانا استقلتي رهن ايديك، انت اللي هتقول لي استقيل، وانا باستقالتي هرجع برضو بين صفوف الطلبه لانه هعيد واكرر انه عمر الاتحاد ما كان بديل عن الطلبه. بس